تمام. انا عندي حاجه مهمه جدا، ان احنا الامتحان بتاعنا مسحوب من بنك الاسئله زي بنفس مواصفه العام الماضي. اذا الطالب لو حابب يرجع لامتحانات السنه اللي فاتت واللي قبلها هيعرف عدد الاسئله في كل سؤال والوقت المخصص للماده. يعني يرجع لأسئلة السنة اللي فاتت واللي قبلها هيبقى زيها بالظبط. يعني المجموع عدد الاسئله الاختيار متعدد معروف محدد، عدد الاسئله المقاليه محدد، طريقه الاجابه او طريقه كتابه البيانات دي واحده من المهمه جدا. واحنا هنسمح ببعض الوقت قبل اللجنه ب5 دقائق ولا 10 دقائق ولادنا يكتبوا بياناتهم، وانا بقول اهوت خلي الملاحظ لازم يوقع لك على صحه على البيانات علشان يتاكد معاك. لا نمشي خطوه خطوه مع الوزير. الاول حضرتك بتوجه نداء للاباء والامهات، خليكم بعيد عن باب اللجنه، باب المدرسه بمسافه كافيه عشان النظام والدخول والخروج، وده في وجاهه الحقيقه. اول ما الطالب بيدخل انا سمعت انه في تفتيش. طبعا في عصايه الكترونيه هيتفتش بيها. طبعا ولادنا اوقات بيعملوا حاجات كده ان هو ما يرضاش يجي الا الساعه 9 عشان قال يعني يدخل بسرعه على اللجنه من غير ما يتفتش. لا احنا هنفتشك، يعني هنفتشك. خلي بال حضرتك ان انا لما حيازه الموبايل حتى لو مغلق جريمه. يعني احنا ان شاء الله هنفتشه يعني، بس يعني اكيد هو لازم يفهم انه التفتيش ده هدفه ان هو يفرق ما بين بصلحة. الناس المخالفه والناس المنضبطه، وانه حاجه مهمه جدا، وده شيء يعني الدوله بتحرص عليه عشان خاطر توفر بيئه يعني امنه للطالب وهو بيمتحن. استاذ خالد احنا دورنا ان احنا نعمل تكافؤ فرص، يعني انا لو سبت الناس تغش ما في فئه هتستفيد على حساب صحيح. اخرى، ما ده مش للصالح العام. الصالح العام ان كل واحد يجيب عن الاسئله وفق ما مجهوده وما حصله. واحنا امتحاناتنا متوزعه ما بين 30 فهم بسيط 30%. لا قبل الامتحانات في الحاله دي بقى يجي 9 الا ربع مثلا. احنا هنفتح باب اللجنه من 8:30 عشان من 8:30 ويتفتش بالعصايه الالكترونيه، وبعد كده ما هيدخل اللجنه بتاعته على 9 ل 10. من 9 ل 10 الى 9 هنوزع البابل شيت، يكتب بياناته ويظللها تظليل محكم، والملاحظ يبص معاه فيها بحيث يتاكد انه كاتب بياناته وفق رقم الجلوس مظبوط. الطالب مستلم رقم جلوس عليه ان هو عليه من الظهر مجموعه من الضوابط والسلوكيات اللي لازم يلتزم بيها، لانه لو ما التزمش بيها هيعرض نفسه برضه للمساعده. طيب يعني بيانات ايه يا فندم اللي لازم الملاحظ يمضي له عليها؟ يعني مثلا كتابه الاسم، كتابه اللجنه، كتابه النموذج، تظليل رقم الجلوس ده مهم جدا. احنا هو بيكتب رقم الجلوس اللي هو من 6 ارقام ويرجع يظلله بالدوائر. واحنا في فيديو نشرناه من حوالي 10 ايام بيشرح الحكايه دي كويس، لان انا علشان يبقى قراءه رقم الجلوس تبقى الكتروني بتظلل بالدوائر كده. يعني مثلا لو انا رقم 1 من الشمال رقم الجلوس بتاعي 2، باجي على الصف الاخير واقوم كاتب واقوم ظلل الدايره في الصف الثاني. الارشادات دي راحت المدارس يا فندم عشان طبعا راحت المدارس، والفيديو التوضيحي فيه كل الكلام ده موضح تماما. وانا بنصح ولادي ان هم الفيديو موجود على موقع الوزاره وعلى موقع المديريات والادارات التعليميه يطلعوا عليه. والكلام ده احنا دربنا رؤساء اللجان، والكلام ده مش جديد، الكلام ده من العام الماضي ايضا، فالناس اللي هتلاحظ عليها هتبقى عارفه هذا الكلام كويس. عظيم جدا.